تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تمكن مستخدمي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمراهنة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة الأبقار تنشط في عدة ولايات شرقية. تعود حيثية القضية إلى يوم 3/5/2023 عن طريق اتصال هاتفي من طرف أحد المواطنين على الرقم الأخضر 1055، مفادها تعرضه إلى اعتداء متبوع بالسطو وسرقة أغنامه من طرف أشخاص ملثمين مجهولي الهوية ببلدية أم العظايم. فور تلقي البلاغ تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة، من خلالها تم فتح تحقيق مع تكثيف التحريات وتفعيل عنصر الاستعلامات. على إثرها تم نصب كمين لهم، حيث أسفرت العملية على توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و56 سنة ومبالغ مالية مع استرجاع الأبقار المسروقة.